الاساسيات للانفرترز اللي هون عمال بحول دي سي لاي سي. طبعا عندنا سنجل فيز انفرترز وثري فيز انفرترز. عندنا دي سي سورس اللي هو ممكن يكون بطاريه، ممكن يكون فوتوفولتايك سولار سيل. هاي الدي سي اللي متوفر عندي هون، هذا الدي سي سورس. بدي احول الان هذا الدي سي بدي احوله لاي سي. خلينا ناخذ اسهل حاله. انا ممكن طبعا السويتش ارسمه كميكانيكال سويتش، ممكن ارسمه كاي جي بي تي. خلينا نرسمه كاي جي بي تي الان. لاحظوا الاي جي بي تي عشان ناكد فكره الانسوليتد جيت. واضح كيف رسمه؟ ناكد فكره انه انسوليتد جيت. انا ما دخلت هون بتفاصيل الانترفيس اللي بده يصير هون. رح افترض الانترفيس في انترفيس موجود، رح يعمل انترفيس ما بينهم. رح ناخذ هاي نسميها ارم ذراع. رح تشوفوها راح حتى بالسيميلينك او بالسيم باور سيستم رح تشوفوا كلمه ارم تو ارم. هذا رح يكون تو ارم ذراعين يعني سنجل فيس. رح ناخذ هاي الاثنين الثانيين ثلاثه واربعه. رح ارقم هذا ثلاثة ورح ارقم هذا أربعة. ونفس الشيء عندنا كوليكتر وميتر وميتر. هذا عندي واحد بلس وهذا ماينس. هلا الاوتبوت رح يكون معي بين النقطتين. الثاني ما بيها سيرفيس كيت؟ ايش هو عفوا؟ هذا الكوبونت الثاني كلهم كيس. لا ما بيها ايسوليتد كيت؟ ولا ما سميناها كيت، كانت بيس مش هيك؟ ثلاثة وأربعة. هلا صار عندي الأوتبوت رح يطلع معي ما بين هدول النقطتين هدول. خلينا نسميهم A و B. هلا لما يشتغل معي واحد وأربعة، خلينا نحط هذا الأوتبوت اللي هو في AB. عندي الزمن هون. وهذا راح أسميه VA. في اي بي. هلا لما بيشتغل معي 1 و4 راح اشغلهم لمده 180 درجه حسب الفريكونسي اللي احنا بدنا اياها. يعني انت راح تقول لي دكتور انا بدي مثلا 50 هرتز او بدي 100 هرتز او بدي 200 هرتز. من احد الميزات هون انه انا حر بالفريكونسي اللي بطلعها، مضبوط؟ مش بقدر اطلع الفريكونسي اللي بدي اياها. الفولتج مش حر فيه، راح يطلع الفولتج اللي موجود هون. يعني خلينا افترض هذا مثلا كان زائد 100 فولت او هذول الثنتين 100 فولت. فلما بسكر انا واحد ايش راح يدخل عندي هون؟ كم فولت عند النقطتين؟ 100. وبسكر اربعه شو راح يدخل عندي عند النقطه هاي؟ ناقص 100 مش هيك؟ قديش راح يكون الفرق ما بين هذول الاثنين؟ زائد 100 وناقص 100 شو راح يكون؟ 200. اذا راح يطلع معي هذا هون ناقص هذا 200. هلا راح اخلي هاي لمده 180 درجه، انا عم بحكي 180 درجه عم بتجنب الزمن لانه انت الفريكونسي اللي بدك اياها بتحددها، واضح؟ متذكرين قبل شوي لما قلنا عندي تي بتساوي 1 على اف، حدد الفريكونسي اللي بدك اياها بتعطيك الزمن. 180 درجه يعني نص تي. بطفي هلا هون 1 و4، اذا هون راح يكون عندي 1 و4. عند النقطه هاي طبعا لازم يكون في فراغ بسيط بينهم لانه بدي اتاكد انه 1 و4 طفوا قبل ما اشغل 2 و3. ليش؟ ليش لازم اكون متاكد من 1 و4 اوف قبل ما اشغل 2 و3؟ شو بيصير اذا اشتغل 1 و2 مع بعض او 3 و4 مع بعض؟ بعمل شورت سيركت على السبلاي، فلازم يكون في عندي فراغ بسيط اتاكد انهم الاثنين طفوا من هون. هلا بشغل 2 و3، لما بشغل 3 شو راح يجيب عندي على مين؟ زائد 100 مش هيك؟ و2 لما بدخله ايش بدخل عندي هون؟ ناقص 100. ناقص 100 وزائد 100 بصير كان عندي ناقص 200، مضبوط؟ يعني اذا A بوزيتيف بالنسبه لي لا هون انا في A B ما قلت في B A فراح يصير عندي هون وهي كمان 180 درجه. حلو هذا الـ AC شكله؟ بس سكوير ويف مشكلته، شو مشكلة السكوير ويف؟ شغال
مش ساين ويف. هو ايرور فريكوانسي. يعني شوف مثلا لو انا قلت انا بدي اف تكون 50 هرتز شو بدها تكون تي كابيتال تي؟ 20 ملي سكند مش هيك؟ 20 ملي سكند. هاي الفترة قديش بدنا نخلي هدول شغالين الاثنين؟ 10 ملي سكند. 10 ملي سكند اون و10 ملي سكند اوف، ولازم يكونوا متماثلين مش هيك؟ 180 درجة 180 درجة منهم. لكن شو المشكلة الأساسية بهاي الويف فورم؟ هي مش ساينوسويدال، فيها شبه شوي من الساينوسويدال، لكن لو حللتها شو بلاقي فيها؟ انتوا ما اخذتوا الفولير سيريز او فولير ها فيها هارمونكس، هاي راح يطلع فيها هارمونكس. فهاي مكونه من ساينوسويدال وفريكونسي سكانج، ولذلك هذه بنسميها هذه سكوير ويف. فهذا صار سكوير ويف او ستيب ستيب ويف انفرترز. هاي ابسط انواع الانفرترز، لكن المشكله الاساسيه فيها انها فول الهارمونكس. الهارمونكس هاي بتسبب طبعا اذا كان حطيتها على محرك رح تسبب حراره اضافيه فيه، لانه هذه الويف فورم كانها مكونه من مجموعه من مجموعه من الساينوسويدز. الساينوسويد الاول مثلا له فريكونسي 50 هرتز، والثالث بكون له فريكونسي 150 هرتز، فبكون خلال هاي الفترة راح يعمل ثلاثة. هاي سايكل، تو سايكلز، ثري سايكلز. عمل ثري سايكلز لأن هذاك عمل سايكل واحدة، إذا الفريكونسي تبعته ثلاث أضعاف، هذا نسميه ثيرد هارمونيك. وراح يكون في عندنا كمان فيفث هارمونيك تكون أصغر، مثلا هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، هي خمسة، وهذا يكون فيفث هارمونيك. هذول إذا جمعتهم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع شو بكونوا لي في النهاية؟ برجع سكوير ويف الأصلية. بس انا شو كان بتامل يكون عندي بس ساينوسويد، لانه انا كنت بدي ادخل المحرك هذا. لو بدي اشغل انا محرك او بدي اشغل ترانسفورمر شو المفروض بدي ادخل عليه؟ بس ساينوسويد الاول على 50 هرتز. بس انا فعليا شو عم بدخل عليه؟ عم بدخل عليه ساينوسويد اللي 50 هرتز و150 هرتز ثيرد هارمونيك وفيفث هارمونيك وسيفنث هارمونيك، هذول كلهم بيسببوا مشاكل. راح نشوف المره الجايه كيف ممكن ارد استعمل البلس ويث موديليشن بحيث اني اخلي الكرنت اللي بيمشي في اللود كمان يكون ساينوسويد، زي ما استعملنا هناك في الدي سي واستعملنا البلس ويث موديليشن حتى الكرنت هناك بطل كان يكون كونستانت داخل على اللود. ماشي، واضحه فكره؟ هذا احيانا بنسميه اتش بريدج. هذا الشكل اللي موجود هون مش بحرف الاتش، هي كانه هون جزء من الاتش وهون جزء من الاتش وهذا اللي جنب، فهذه احيانا بنسميها اتش بريدج لانها تشبه حرف الاتش. بس هاي اللي كان استعملها سنجل فيلم، كان استعملها لدخل سكوير ويف على هذا اللوك.